Tamam, sembah. Tamam, hadi görüşürüz. Aşaratu medeniyine afgan ala laqal kutilu ithra muhajamati musallahine min taliban vahiden min akbari fanadik العاصمة الأفغانية كابول. في الأثناء تمكنت قوات الأمن الأفغانية بعد 5 ساعات من المعارك من قتل مسلحين 2، فيما 4 من الانتحاريين فجروا أحزمتهم الناسفة. وتحدثت الشرطة الأفغانية عن جرح العديد من عناصرها، ولكنها لم تحدد حصيلة نهائية بعد لعدد المصابين. وكان الفندق الواقع على ربوة تطل على المدينة تعرض إلى وابل من الرصاص أطلقه 6 مسلحين تقريبا. وقد أعلن الطالبان مسؤوليات الحركة عن الهجوم الذي وقع عشية انعقاد اجتماع يضم العديد من الشخصيات الأجنبية والأفغانية، ويتعلق بنقل المسؤوليات الأمنية في البلاد من القوات الأجنبية إلى القوات الأفغانية.